المهدي المنتظر هذا أمر صحيح وأتت به الأخبار المتواترة، لا أقول أخبار الآحاد، أتت به الأخبار المتواترة، فهو يأتي في آخر الزمان. اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسم محمد بن عبد الله. ويشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق والخلق، يهديه الله عز وجل في ليلة واحدة. وهذا المهدي تكون له دعوة مباركة، ويؤم المسلمين عند نزول المسيح عيسى ابن مريم، وذلك في بيت المقدس. إن المسلمين عندما يعودون من فتح أوروبا ويخبرون بأن الدجال قد خلفهم بين ظهرانيهم، يرجع جيش المسلمين بعد أن فتحوا أوروبا وقد علقوا سيوفهم على الزيتونة كما في صحيح مسلم، يرجعون، فيرجع ذلك الجيش حتى يصل إلى المنارة فدمشق، فيصل إلى فلسطين، وعند ذلك يكون الدجال قد نشر دعوته، ودعوته تمكث عدة أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم تلك. وهي فتنة عظيمة لم يبتلى الناس فتنة أعظم من هذه الفتنة، وفتنة الدجال. إنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت ما فيها فتنبت، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج، حتى إن كنوز الأرض تخرج كيعاسيب النحل، كنوز الأرض تخرج كيعاسيب النحل أي كالنحل المجتمع. يمر على الأرض القاحلة فيأمرها أن تكون خضراء فتكون، الأرض الخضراء فيأمرها أن تكون قاحلة فتكون كذلك. فتنة عظيمة. يأمر بالرجل فيشق نصفين فيمشي بين شقين، ثم يأمر أن يقوم فيقوم ويتكلم. أمر عجيب عجيب. فهذا رجل فتنة، ولا يحمي الله عز وجل منه إلا المؤمن، لأن المؤمن عندما يبصره يجد بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مؤمن حتى لو كان أميا، حتى ولو كان أميا. فينزل المسيح عيسى بن مريم، وذلك في صلاة الفجر، وقد وقف المسلمون في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وقد وقف المسلمون لصلاة الفجر. ينزل فيقدمه المسلمون فيأبى فيصلي المهدي بعيسى بن مريم، صلي المهدي ده بعيسى بن مريم. شو بقى هذا؟ فضيلة عظيمة جدا لمحمد بن عبد الله المهدي. طبعا ناس كتير جدا ادعوا المهدية على مدار التاريخ، ناس كتير جدا ادعوا المهدية وسموا نفسهم محمد بن عبد الله برضه وسموا وهكذا. فالمهدية دعيت على مدار التاريخ، وكان بعضهم له حركات وكان له جهد وله جهاد، ولكن على خلفية فاسدة مثل الحركة المهدية في بلاد السودان وأعالي النيل. هذه الحركة كانت موجودة في منطقة الجزيرة بالسودان، واستطاعت الحركة المهدية أن تهزم الجيش الإنجليزي بالسودان وأن تبسط نفوذها، حتى استعان الإنجليز بالجيش المصري، فدخل الجيش المصري واستطاع الجيش المصري الهمام أن يقضي على الحركة المهدية في جزيرة بيبا وما حولها. هناك حركات كثيرة كل من أصحابها ادعى المهدية، ولكن كلهم أدعياء كذبون، أدعياء كذبون. وأقرب من ادعى ذلك اللي هو حركة جهيمان سامحه الله، وذلك في فترة السبعينات حيث كان الناس حجيجا وأخذ الميكروفون في المسجد الحرام وقال إني أنا المهدي، وقام الناس فبايعوه، وحدثت هناك جلبة وقتل مئات الناس في المسجد الحرام، ويعني حدث ما لا يحمد عقبا، فرحم الله تعالى من قتل وسامح الله تعالى المتأول.
فده خلاصة. أما المهدية مفهومها عند الشيعة فأمر مختلف. فالمهدي عند الشيعة هذا صبي صغير اسمه الحسن، محمد بن الحسن العسكري، وهذا الصبي الصغير يعود آخر زمان مش علشان يحكم بشرع الله، لا علشان يطلع جثة أبي بكر وعمر فيصلبهما وينبش قبور الصحابة ويخرج مصحف فاطمة ويأمر بلعن الكافرين والطاغوت والجبت. ده المهدي بتاع. ولذلك يقولون عجل الله فرجه. كتب الرافضة لما يجيب لك سيرة المهدي يقول ايه؟ عين جيم. عين جيم يعني عج، بس مش من العجة، ولكن عج يعني ايه؟ عجل الله فرجه. بيختصروا عجل الله فرجه بالايه؟ بكلمة عج. واللي تابع إعدام صدام يجد إن هما كانوا بيصلوا صلاة معينة، ومن هذه الصلاة إن هما دعوا بماذا؟ بأن يعجل الله خروج مين؟ المهدي. حد تابع المسألة يا إخوانا؟ رجعوها ودققوا فيما قالوا.